اهلا، صباح النور، صباح الابتسامه. اي ابتسمي انت خويا اختي، ابتسم مثالش. فتره صعيبه، بروده وكورونا وامتحانات، اما مثالش ابتسم باش نسهلوها الدنيا. اليوم باش نشوفوا في نقاط خفيفه برشا كيف تتعرف على طفلك. العمر بالنسبه للصغيرات والانسان بصفه عامه نجم نقسموه على فترات من 0 إلى 7 سنوات. هذا يسمى بسن التمثيل، وخلونا نبسطوا الامور ونسموه سن التقليد. الصغير في الفتره هذه يقلد كثيرا، شكون يقلد اقرب الناس ليه؟ الام والاب، وخاصه الام. فالمطلوب منا ان نتصرف بحذر ونوصل لوليداتنا سلوكات خاصه، لانه باش تبقى معاها حياته الكل. اذا انت عندك مسؤوليه كبيره يا ام ويا اب في انك باش تصقل شخصيه ولدك بسلوكات باش تبقى تتبع فيه طول عمره. التفكير، التخطيط، الاهداف، البرمجه، الطاقه الايجابيه، كلها حاجات نجم نعدوها لوليداتنا من الصغرى، وتبقى تعاونهم برشا برشا في الكبر. رد بالك بالطباع من السلبيات الاخرى، كما في عوض المطالعه التلفزه، الانترنت، غيره، التليفون. كل ما تنقص انت وتصلح من سلوكاتك، فانك قاعد تربي في ولدك بطريقه سلسه سهله برشا، تمرر له في حاجات ممتازه وتبقى معاه العمر الكل. قلنا خاصه راهو اللي يشد من 0 لـ7 سنوات الشخصيه تتشكل ب 80% تقريبا في الفتره هذيك. اذا رد بالك، انتبه، انتبهي لسلوكك، لانه قاعد يمر لولدك. كل واحد يعرف اكيد السلبيات نتاعو، فتجنبها خاصه امام ابنك. من 7 إلى 14 السن الاجتماعيه، وليدك في الفتره هذيك تقريبا من المدرسه معناها 6 7 سنوات يخرج الى المجتمع، واوله تقريبا المدرسه والحومه والعائله الكبرى واصحابه وهكذا. السن الاجتماعيه هذه بالطبيعه هي كذلك صعيبه. شنو دورنا احنا كاولياء؟ دورنا ان نراقبه، لكن من بعيده، شوفوا مع شكون يمشي، مع شكون يلعب. انت بطريقه غير مباشره ستختار له. مثلا لابد من نشاط يمارسه ولدي، نوجهه رياضه بانواع سبور خير تربي، لانه السبور ينجم يخرج فيه الطاقه الكل نتاعو، وياخذ له برشا وقت، وقته يستفيد منه، بدنه، صحته، يولي ياكل مليح وهكذا. الموسيقى، الانشطه المختلفه، المكتبه، بالله ازرع فيه من الصغرى، خلي يمشي للمكتبه، اعمل له اشتراك دينار مره ولا اثنين في الاسبوع، هزه ومشي انت وياه، خلي هو يدخل البارتين تاع الصغار وانت البارتين تاع الكبار، واقروا للزوز واستناها كان صيف ساعه، يقرا شوي، يهز الكتيبات ويروح على روحه. هالسلوكات هذه باش تخليه يختلط بشكون؟ بالانسان اللي طالع. باك الجو الممتاز في المكتبه وك الهدوء اللي ياثر فيه، يولي وليد هادئ محلاه ويقرا ويطالع، ربيع ساعه نصيف ساعه في المكتبه ويرجع. والرياضه قلنا اللي يخرج فيها الطاقه نتاعو، ولدك شبيها وهايجها وكذاها، ولدي يعمل في الدار ها وما يريدش، خليه يمارس الرياضه وتفكر تو يروح يرقد مباشره. بالعكس لو تولي تلوج عليه باش تنجم تحكي معاه. واضحه هذه؟ من 14 إلى 21 خطيره برشا سن المراهقه، وهي سن الاستقلال. باش تلاحظ اللي ولدك واللي يحب يقعد وحده واللي يسكر بيته على روحه، عادي راهو هذاك، ما ثمش حتى مشكل. المهم انت شنو زرعت انت قبل من 0 او من العام الى 14 سنه، شنو زرعت توا باش تحصد. مهمتنا المراقبه شويه شويه، ردوا بالنا، خاطر ينجم يخرج، ينجم يتعلم الدخان وما الى ذلك. فقط انت حطيته في جمعيه ولا لا؟ تبعوا، امشي شوف قاعد يترين ولا لا، ديما قلنا من البعيد. المجال نتاع الموسيقى، نتاع الرياضه، نتاع المطالعه، هاك اللي زرعناه هذاك نحاولوا ندعموه. اصدقاء السوق باش يدخلوا بالطبيعه هما في نصف الطريق،
ولكن انت المفروض انك عملت اصدقاء محلاهم من الرياضه، من الموسيقى، من المطالعه وما الى ذلك. فنحاول نسيسهم، نتحاوروا معاهم، خاصه راهو سن حوار، وراهو السن اللي باش يقول لك فيه اللي انت راك ما تعرف شيء. مثال شخوي، بدل ساعه بساعه اخرى ونحكي معاه في مرحله ثانيه، نتحاور ونوجد الثقه اللي بيناتنا اللي زرعناها قبل احنا في الصغرى. كيف نغلط نحكي معاه ونعتذر له، حتى كان انا غلط وهو زاد كي يغلط يجي يحكي لي. باش تدخل هاك المشاكل، البنيه تحكي لامي متها كان ثم حكايه كذا، الوليد زاده، ونعملوا معاهم الصداقات. خلي ولدك يكون صاحبك، ان صدقته راه تحلت الاشكاليات الكل، لانه يعني باش تعرضوا برشا صعوبات، باش يصطدم، باش يحاول انه يواجه ربما بشيء من العنف. انت مهمتك انك تركح الامور شيئا فشيئا، رد بالك، تصعد معاه، خاصه في السن هذا راهو يعاند برشا ويشوف روحه هو احسن واحد واقوى واحد وهو الصحيح، والناس الكل غلط، المجتمع الكل غلط. ف شويه شويه قدره ربي لاباس، من 21 الى 30 سنه هذا سن الاكتشافات، باش يكتشف بالواقع وباش يصطدم بحاجات ما كانش يتصورها من اقرب الناس ليه، من اصحابه. ما تعرفوا الواقع، خاصة كي يدخل في مجال العمل، اشنو المفاجآت اللي يشوف فيها، هاك الرومانسية وهاك الحاجات هذيك الكل، باش تمشي على روحها، باش يكون واقع صعيب. لكن بقدرة ربي في الوقت هذاك الشخصية تشكلت ويكون قادر على المواجهة. نلتقي لنرتقي، لا تنسوا الابتسامة في وجه صغيراتكم. السلام عليكم.